لوحة فنية صنعتها الطبيعة بولاية بدنة، فحولت شلالات آيت عبد الرحمن إلى مياه متجمدة بفعل انخفاض درجات الحرارة. هذا الموقع السياحي المتواجد بمرتفعات جبال الرفاعة يستقطب العديد من الزوار. اليوم إن شاء الله استقبلنا رحلة مدرسية منظمة لتلاميذ مدرسة باكوزي سعد ببلدي تغزوت ولاية واد سوف. شرفونا هاد التلاميذ هذو بزيارة ولاية باتنا بصفة عامة وبلدية حيدوسة بصفة خاصة، ونتمنى إن شاء الله الزيارة تاعهم تكون سعيدة لهم. جاوا باش يشوفوا النوازل الجليدية اللي تقع في منطقة آيت عبد الرحمن اللغنيت بشينا ببلدية حيدوسة. أطفال المتمدرسون اغتنموا عطلة نهاية الأسبوع للتنقل في رحلة منظمة، استمتعوا فيها بجمال المنطقة كما تلقوا شروحات حول سبب تجمد مياه الشلال. عملية تبريد طبيعية، سمعت؟ يعني لا الماء يهبط، بصح كي تهبط درجة الحرارة درجة التجمد من صفر وتهبط ناقص واحد ناقص اثنين ناقص اثنين شكلت هذه النوازل هذه. أنا اسمي نور، ولدت من ولاية تغزوت، بلدية تغزوت من ولاية الوادة، وأنا أول مرة أجي لبيتنا في الثلج وأقول ما أحلى الثلج. شلالات آيت عبد الرحمن المتجمدة إحدى الأماكن السياحية الجميلة التي تزخر بها ولاية باتنا، فالطبيعة هنا صنعت ديكورا فريدا ومتميزا يستحق الزيارة والاهتمام.